المغرب هو لغة لا تشبهها في بآيات كريمات. يعني أول شيء هو اليوم هذا تكريم 82 عائلة للشهيد بمناسبة ذكرى استشهاد القائد الراحل مروان زلوم أبو سجع رحمه الله وقائد قيادة الشهداء الأقصى. سيتم تكريم أهالي كل الشهداء الذين استشهدوا من أبناء الكتائب في مدينة الخليل ومحافظة الخليل بشكل عام، تكريما لأرواحهم الخالدة إن شاء الله، إحياء لعائلهم الكريمة حتى أنهم يروا أنه يعني أبنائهم عايشين، ما حدا نسيهم، كرامة لهم. إحنا بنعمل كل عام هذا الاحتفال حتى أنه أهالي الشهداء يعرفوا أنهم لهم عزة كريمة لنا. دموعنا هي ليس دموع يأس، دموعنا هي دموع إيمان، دموع جهاد وحب في لقاء إسلاما وإسلاما. والله هذا يعني بشد معنا شوي، بشد يعني أزر أهالي الشهداء، برفع من معنوياتهم، يعني بحسسهم انهم يعني مش لوحدهم، يعني الكل انه مترابط مع بعضه يعني على الشهداء. والله شعور يعني ام لما تفقد ابنها، يعني شعور كبير لما تخسر ابنها، يعني انهيار هي بالنسبه للام لما تفقد ابنها، كيف لذت كبدها، فيعني كيف شعور كل ام، يعجز اللسان عن وصفها. تحرير فلسطين وعودة اللاجئين كاملين بإذن الله. احنا في حركة فتح، اقسم بالله.